فايز عريبي، برحب بحضرتك، ويمكن طبعا وجودك في قناة الأهلي وهذا الخبر اللي موجود ان حضرتك يعني بعت فاكس رسمي بخصوص الحكام الدوليين، رأي حضرتك فيه ايه وايه السبب؟ يا اهلا بيك كابتن تحياتي محمد، لحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، تحياتي اهلا لحضرتك. وسهلا. هو طبعا يعني الواضح واللي معروف للجميع ان يعني نادي طنطا بيتضرر من مباريات بعينها ظلم فيها. من وجهة نظرنا قد نكون مخطئين في قرارنا، لكن هي مباريات مذاعة والكل شافها، وفي كثير من المحللين ومن الحكام السعوديين والحاليين ايضا يعني قطعوا بان الهدف اللي احرزه طنطا في مباراه الزمالك الماضيه هدف صحيح، ولكن طبعا من حق الحكم ان هو يدافع عن نفسه او ان رئيس لجنه الحكام يطلع يبرر القرار وان هو قرار صحيح، ده رأيهم. وإذا كان حتى القانون بيقول هذا الكلام إن إذا رأى الحكم لعبة يحتسبها، يعني هو كلام مش مقنع بالنسبة لي الحقيقة، يعني والعقل ما يقبلوش إن أنا في لعبة ما فيهاش أي تجاوز مال هو بيحرز منها هدف علشان في واحد تاني في منطقة أخرى بيزق أو بيسند أو كده، أو ألغي الهدف أو محسبوش أو يعني أتصرح حتى بحساب الفرق. كل ده مش مبرر، لكن ما علينا، في الأول وفي الآخر الهدف ما حسبش، وأنا شاعر بأن ده ظلم لينا، كنا في يعني أحوج الوقت إن احنا ناخد الثلاث نقاط وإحنا نستحقهم. نادي الزمالك او نادي كبير وعلى عيني وعلى راسي، لكن الكوره ما بتعترفش بالتاريخ ولا بالاسماء، الكوره بتعترف بالمجهود وباللي عنده الاصرار على انه يكسب، واللي عنده العزيمه واللي بيأدي افضل هو اللي بيكسب. واعتقد ان احنا ادينا افضل من الزمالك في المباريتين، في الدور الاول وفي الدور الثاني، ورغم هذا ظلمنا في الدور الاول اكثر من الدور الثاني. ويمكن انا في الدور الاول برضه ما تقدمتش بشكوى، لكن كان مجرد ان انا بقول للمسؤولين باتصال تليفوني ان انا ظلمت، والكل كان حتى يعني شاعر بهذا الظلم وكانوا متعاطفين معايا. لكن في الاول وفي الاخر نقاط في الدور الاول، ضع مني نقطتين في الدور الثاني، دي مع نادي واحد، لكن في مباريات كتير حسيت ان برضه في ظلم بيقع على نادي طنطا. فكل اللي بقوله ان في ست انديه بيتنافسوا او بيتصارعوا على البقاء. صحيح. مطلوب من اتحاد الكورة ان هو يحط في المباريات دي حكام دوليين علشان يبقى حتى في قناعة لدى الفرق دي ان اتحاد الكورة مهتم ولجنة الحكام مهتمة بالحيادية وبان كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله، خاصة ان المسابقة بتقول ان في المقدمة تكاد تكون حسمت بنسبة مش هقول 90%، لا بنسبة 99% عمليا ونظريا حسمت لصالح النادي الاهلي، فما فيش يعني مشكلة اطلاقا في المقدمة، لكن المشكلة دلوقتي في الاندية اللي بتتصارع على البقاء. لابد ان اتحاد الكرة يحمي الاندية دي بانه هيشوف تحكم مبارياتها، مش بقول لطنطا بس، بقول للنصر، للتعدين، لاسوان، للشرقيه، للداخليه، للانتاج الحربي، لطنطا، كل الانديه اللي عندها امل في البقاء لابد ان هي تاخد حقها التحكيمي بنسبه 100%. طيب يعني التخوف ده يعني جه لحضرتك للمباريات القادمه؟ يعني حضرتك بتتكلم على الانديه كلها بشكل عام، ولكن انت الوحيد اللي يمكن قدمت الطلب ده يا استاذ فايز. يعني اعتقد ان كل الناس عندها الاحساس ده، يمكن في الفتره الاخيره بامانه، يمكن قبل المباراه كان الكابتن خالد بيقول لي ان انا خايف في مباراتنا ان الحكم ما يبقاش عنده القدره او الشجاعه ان هو يحتسب حاجه ضد نادي الزمالك، وانا كان ردي عليه قلت له بالعكس، الحكم هيبقى عنده اصرار ان يحسب كل حاجه علشان دي، وان الحكام عندها رهبه من نادي الزمالك. كنت متصور ان العكس يحصل وان الناس تدي
الفريق المنافس لنادي الزمالك حقه علشان حتى يعني نبرأ الشبهات ويبقى التحكيم ما بيهبش نادي او ما بيجاملش حد او مش خايف من حد، ويبقى في جرأة في اتخاذ القرار الصحيح. مش بقول القرار وبس، لا، القرار الصحيح الحكم يبقى عنده جرأة في اتخاذه. لكن للأسف الشديد أنا حاسس أن التحكيم كان فيه برضو رهبة من نادي الزمالك في المباراة الأخيرة. استاذ فايز انا بشكر حضرتك، يعني اكيد انت يعني رايك وصل بشكل كبير سواء بقى بفاكس او يعني عن طريق قناه الاهلي. دلوقتي حضرتك بتوضح الامور بشكل كبير ان وقع ظلم على نادي طنطا والتخوف في الفتره القادمه، خصوصا ان انت حضرتك بتتكلم في جزئيه ان الامور حسمت بشكل كبير للبطل، ولكن ما زال الانديه اللي بتصارع على انها تبقى البقاء يعني المشكله بالنسبه لهم هي الفتره القادمه، ولازم الامور تبقى في جزء العدل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا.